أسئلة الامتحانية ترسب في امتحان التسريب. شنو سببها ليش؟ مطلب الشعب العراقي هو حصر الأسئلة بيد الدولة. حيث فاجأ وزير التربية علي حميد الدوليمي العراقيين بتصريحات تنصل فيها عن مسؤوليته عن النكسة التي ألمت بالمؤسسة التربوية. شنو سببها ليش؟ وزارة التربية أنا هاي جاي تسوي تسريب الأسئلة. الطلاب ليش؟ شنو ذنبهم؟ ليش أجلنا من وراكم؟ يعني واحد يجي على حضرة تجي أسئلة، شنو ذنبنا إحنا؟ ليش إحنا؟ ليش؟ يعني واحد يقرأ من الليل للصبح، ليش؟ شنو ذنبها يعني؟ تسريب الأسئلة ليش؟ شنو ذنبنا إحنا نقرأ؟ ليش؟ شنو سببها؟ صديقي ترى وزارة التربية من أجلت الامتحانات حرصا منها على قادة شباب المستقبل. تهدى قناة سبيس. بعدين حبيبي ايش بيك ليش هيك ضايج؟ لو مستعجل على قعدة الرصيف والدونكيات والماي الحار. يعني اسئله امتحانيه ما قدرتوا تسيطرون عليها وتامنون وصولها، شلون راح نامن بيتكم الاجيال القادمه؟ امتحانات في وقت متاخر يعني الى اشعار اخر، وهذا ينعكس طبعا يعني تعرف حضرتك انه سلبا على الطلبه. هو الوقت المتأخر لأنه اكتشفت في هذا الوقت، هذا دليل على أن وزارة التربية متابعة إلى ساعات الصباح ما ممكن أنه يتم تداول على الأنترنت بخصوص هذا المواضيع، وهذه أنا أعتبرها حالة صحية. إيه لا أكيد الوزارة متابعة وماكو شيء يفلت منها ويعبر عليها، دليل أنه الأسئلة وصلت الربيع على الحدود السورية وماكو صفحة ما نشرتها بحيث مشرق عباس راح البيت الكاظم حافي وقال له أنت لا تروح معقول احنا؟ ورا ما نزل سيد الرئيس وقعد وشويه هدأ وارتشف شفطات متقطعه من القهوه واكتشف الاستهتار بوزاراته وحجم الاهمال بمصير اولادنا ومستقبلهم. اول شيء سوى راح للمتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه وقال له انت تسكت. وبسرعه البرق قال ما منها بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيس الوزراء توعد بمعاقبة كل شخص أو جهة يثبت تورطها بتسريب الأسئلة. يا ساتر لطفك يا ما خايفين شو مسترخي ولا كنت؟ وصلنا 9 سنين محكوم من إعدام وأحلى حياة. صبالك مركزية بلازمة وتكنيك وبالأخير طلعونا فراج يا معود. ما ينطفي عندكم كهرباء؟ لا ما تطفي. ولك أجي وياكم أحسن بيتنا. تعال قاعد. لا واحتمال بالأخير من تخلص يطلعوك عفوا عام. العافية عليكم. سيادتك إحنا أهم شيء ما أريدك تفقد أعصابك وتكسي عليهم. يعني مو ضروري تستلمهم إعدامات وأحكام مؤبدة.